أضيف رابور ولد الكنز. عسلامة علي مرة أخرى. بيك بيه. علي باش نحكيو توا على تجربتك الجديدة اللي هي في التمثيل. دونك ولد الكنز دوب الكاسكيت لو رابور زاد الممثل وظهر لي تمثل في دور مش بعيد على بوب. كنت تحكينا على سيري. مش بعيد. سيري هي من آخر كتيبة وإخراج كريم برحومة. معايا في سيري فما أحمد لندلسي، هادي الماجري، ساندرا شيحاوي، خولود جليدي وبارشا أسماء أخرين معناها تبارك الله عليهم بالرسمي، ما نحبش ننسى العباد. كان باش يكون موجود رمضان السنة وبور دي ريزون تاع نحن حبينا معناها ديجا خذينا وقت، قلنا خنزيدو ناخذوا وقت ونعملوا حاجه اور نورم ميوك نهبطوا السباق رمضاني كوم فوا ودرسناه معناها ما نحبوش نتخلطوا بالاعمال الاخرى، فهمت هذاك علاش ممكن ياسر نجم يكون ديجيتالي نجم يكون تلفزيوني. والبروجي وين وصل في البورسنتاج 50% 20%؟ لا قريب قريب، نحن جوست توا باش نرجعوا نتورنيو اوفيسيالمون ممكن في ماي، كل شيء واضح فهمت، سوف كو قعدنا نستناو في التوقيت المناسب فهمت، قعدنا نستناو في التوقيت المناسب خاطر سيري كاليرا ومعناها اول مره باش نقولها لكم لهنا ماهيش سيزون بركه فهمت، ماهيش سيري باش تكون موجوده سيزون بركه، ممكن تكون الثانيه والثالثه معناها فيها كونتينيتي، ذاك علاش حبينا ناخذ وقت في الديماراج. تحكي على دي سيزون معناها برودكسيون وبرشا مصروف فما اي فما البروديكتور فما بروديكتور انا من فما روب ويرك برودكسيون وفما زاده دي برودكسيون اخرين نورمالمون باش يكونوا موجودين معانا. روب ويركس اللي هما بداوا معاك رحلتك عندهم برشا بدينا الرحله القديمه مع بعضنا، هما كانوا برودكسيون تاع موزيكا صح معاهم بلتي في مصطفى ومن بعد انا ويستار من بعد كي هما رجعوا مع كريم برحومه وحكيوا على بروجي تاع سيري من الكاست نتاع الرابيرات ما عيطوليش على خاطر اني كنت نخدم مع روب ويركس خاطر ابريتو فما مخرج وفما فما علاقه كومي ما فينك بيان سور فما علاقه طيبه معناها فهمت اما من الاسامي اللي معناها تبروبوزيو برشا اسامي ومن بعد اختيار المخرج عليا فهمتني. كنت سالتك على بكري في الاوف على دو رابور اللي كانوا معك في روبوريكس اللي هما ويستار وهم مستر مصطفى فريمون سون دي تالون دو جيني في الراب معناها في الهيب هوب وينهم؟ وين مشاو؟ والله ويستار قاعد يصب في تراكات بحثنا في استوديو سوف عنده مشكله نتاع وقت شويه خدمه وكذا، مي نتصوروا بيانتو خاطر ديجا ويسام معايا في الالبوم فما تراك انا ويستار فهمتوا باش نخدموا مليح باش يتصور مليح، ومن بعد الشيء هذاك ويسام حاضر برشا حاجات شهبتوا سينو مصطفى ما عنديش يدي كبيره معناها في امور موزيكا، مي الببليك نتصور اللي متوحش موزيكته وكان جاي الموجود توا راهو عبيت تسمع بيان سور نتفكر مستر مصطفى اللي هو كان كيف يتحط مع فيتورينغ نتاع مع بلتي سون دو في نفس البوا بالنسبه لي انا نفس البوا هو مش هو بركة راهو انا بالنسبه لي انا راني ايكول ولاد بلاد فهمت انا معناها عرفت الراب في ولاد بلاد ما اللي هما من بعد ولاو لا فاميليا اللي هو كيما نقولوا موماد مدوزو ام او دي ماستازيانو اللي هما زوز اخوات مصطفى كامل فريمان بلتي فهمت هذوما اللي انا تعلمت معناها من الشله هذه الراب اون فري. شنو ناقص ودي كانز توا شنو ناقص لسين هيب هوب في تونس بور سو ديفلوبي، وانت كنت قارنتها برشا مرات مع السين الموجوده في المروك ديما تقارن بالمروك، شنو ناقص لسين هيب هوب في تونس باش بور كيل سي ديفلوب اكثر؟ ناقصنا كال الريسبي نتاع السوسيتي الفري مش الفيك المتصنع فهمت، خاطر ساعات العباد يراو رابيريت عملوا برشا فيوز فما فنان يقول لك فماش عازفين ودرا شنيا، ما انت صاحبي ديجيتال تعلمته من عنا برو، ما نحنا جبنا ثقافه ديجيتال فهمت، تونس كانت قبل تعمل البوم فما زوج شركات وقلب تمد معناها الالبوم وما مدولكش فلوس فهمت، من بعد نحنا بالانترنت صنعنا وعشنا مع ببليك كبر معانا، انا نعرف عباد نعرفوا بعضنا بالانترنت ممكن عندنا 10 و 12 سنه، ها بلانكس بار اكزومبل من صفاقس صاحبي وصديقي ما معناه من العباد اللي بدات تتبع في انا ويمينو من الاول بالكل فهمت، عبد يسمع برشا موزيكا كبرنا مع بعضنا معناه ماهيش مشكله في التيران، الراب موجود الارتيست ويت الكاسحين موجودين سيبولنا خويا شويه دروا دوتور
فهمتني خو تولي الكليك كيما الكليك في تونس كيما في المغرب كيما في فرنسا. علاش تونس الكليك نتاعها ارخص من البلدان هذوك؟ فهمت لي يعمل مليون فيو في المغرب يدخل فلوس اكثر من 5 ملايين فيو ولا 4 ملايين فيو في تونس. سي بور سا صاحبي معناها الدوله لازم تشوف امورها. سايبنا نخدموا قاعد ولاين او كارت برو ديما مشكلتك مع الدوله نو برو سايبنا صاحبي نعرفش انا. خلي الشركات تحل. علاش برودكسيونات في العالم مشاو حلوا في المغرب وحلوا دراوين وما جاوش حلوا في تونس اللي تونس اندستري نتاع راب ما حلوش على خاطر برو فما قلبه لهنا وتمشميش فهمت به. علي يا ودي كانس تسمح لي نسالك اسئله شويه على حياتك؟ بيان سور بدل كتابي يا عمر باش نحكي توا دي مومون في حياتك برسمي اللي بدلوا فيك برشا حاجات. كنت خسرت زوز من اقرب الناس ليك باش نعطيك زوز اسامي نتصورك قرب برشا ليك وتحبهم برشا. عمر الجزيري الله يرحم عمر الجزيري اللي هو صاحبك توفى ظهر لي وانت حاضر لا خلطت خلوت انا قبل ما خلطت خلوت هو توفى في بوندون تورناج فهمت الله يرحم. نعطيك الاسم الثاني ليلى الله يرحمها. هاي يوم يلا رحمه هاي ليلى هي كيكرة واحد باش يكون ايمانه بالله قوي لازم يمن اللي الدنيا فيها حياة وفيها موت فهمت ويتعايش بها الحكاية وتنجم الحاجات الحزينة تولي انرجي متاع فورس وتقدم بها فهمت. انا كيكرة ما عنديش كالديبريسيونات في حياتي ما نعيشهم مش مانيش عبد ديبريسيف فهمت. بالعكس نبدا كي تصير لي حاجة خايبة تزيد نحسها تدزني للقدام. تعداو الاسم الثالث شوف على الكرون في روح يا زي البنوت هاي ربي يفضلها لينا لينا بنتي هاي عندك برشا مرتاح لينا هاي فما بريود متري بيانتو يوفى الكونفينمون معناها نمشي نشوفها عندي دروا نتاعي تحلت المشكله معناها هاي محلوله عندها برشا فماك سافرت وجيت سوف كو ماك تعرف كورونا معناه اوروبا مسكره اكثر فهمت لي زافير معناه فاميليال وواحد ماهمش دي زافير معناه كيما نقولوا ماهمش حاجات استعجاليه فهمت مسكرين. لينا هي اللي خليتك تفريني شويه باش تعاود حياتك من جديد بيان سور بيان سور العالم حياتك العاطفيه العالم يفمال حياتك العاطفيه تا روبري حياتك العاطفيه ولا لينا ان بو فريندك بيان سور بيان سور لينا حتى كي باش تكبر باش تعرف اللي بوها ماهوش فراجيل وني با دي ماك فراجيل نتصور باش تكون فخوره برشا نتصور تخلقنا باش نعيشوا برشا حاجات ومن بعد نعملوا برشا فلوس ومن بعد نعرف شنو يصير فينا. نرجعوا ود الكنز اللي هو شخصيه قويه برشا وبيرسونالمون معناها نعرفك بالكدا شخصيتك القوه نتاعك هذه منين تجيب فيها؟ القوه الشخصيه والقلب الكاسح هذا اللي عندك. والله ليه خاطر صاحبي نعرف ملي انا صغير كبرنا في حومه نعرفوا لي الفراجيل ماهوش تاع الحياه فهمت. ما لازمش العبد يكون فراجيل في الدنيا لازم حتى كان فراجيل يحاول يقوي روحه شويه فهمت. فما ماهيش روز الدنيا صاحبي معناه باش تقابل برشا خايب شويه باهي فوفي غافيك. شكرا على رحابة الصدر. نعم بزينك خويا ما علينا في الايموسيونيل باهي نعديو توا مورسون تاع ولد الكنز وسيلم هف